السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الأساسي. سنتعرف في هذا الفيديو على لمحة سريعة عما سوف نتعلمه خلال العام الدراسي. أولاً، ستتضمن مادتنا للغة العربية للصف الثاني 6 وحدات رئيسة تحت عناوين متعددة، وهي: أين نحن في الزمان والمكان؟ ونتشارك الكوكب؟ من نحن؟ وكيف يعمل العالم؟ وكيف نعبر عن أنفسنا؟ وكيف ننظم أنفسنا؟ وسيتم أيضاً تعلم طرق عديدة في جمع المعلومات والبحث ومهارات التعليم والتعلم، وتتخلل ذلك المشاريع مع المنهاج بما يخدم المادة والعديد من الأنشطة، مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد النحوية والإملائية. وهنا سنتعرف أكثر على تفاصيل الدروس. ففي أول وحدة، أين نحن في الزمان والمكان؟ سنبدأ رحلتنا بمراجعة سريعة عما تعلمتموه في الصف الأول. سنراجع الأصوات الحروف ومقاطع الكلمات، ونهجئ بعض الكلمات القصيرة والطويلة، وسنختبر أنفسنا باختبار شخصي سريع. ثم سنقرأ نصين جميلين ومعبرين. أولاً نص العائلة، ثم عرس ماما وبابا. وسنعمل العديد من الأنشطة، ثم سنحلل ونركب الكلمات، ونتعرف أكثر للام الشمسية والقمرية، ونرتب الكلمات لإنشاء جمل مفيدة. أما عن مهارات التعليم والتعلم، فهنا سنركز على مهارات التواصل ومهارات البحث. وفي الوحدة الثانية، وحدة نتشارك الكوكب، هي وحدة جميلة جدا. سنجوب فيها برحلة إلى مصانع عديدة وإلى أنشطة كثيرة تساعدنا لفهم كوكبنا أكثر، ومن خلال النصين اليوم الأخضر والبصمة البيئية. وهناك أيضا قواعد إملائية يجب أن نتعرف عليها أكثر. سنتعرف الفرق بين التاء المربوطة والمبسوطة في آخر الكلمات، وسنتعرف أكثر على الهمزة المتوسطة، وبالتالي سنتعرف أيضا على جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والفرق بينهم. أما المهارات التعليم والتعلم التي سوف نتعلمها، هي مهارات التواصل ومهارات البحث أيضا. أما في الوحدة الثالثة، وهي سنبدأ بها في بداية الفصل الدراسي الثاني بإذن الله، التي تتكون من نصوص صحة الجسم، لماذا نأكل أطعمة متنوعة، كيف نشعر، بالإضافة إلى القواعد الإملائية والنحوية كما ترون في هذه الشريحة. أما الوحدة الرابعة فهي وحدة جميلة جدا ومليئة بالتجارب العلمية، وسنتعرف فيها على تجارب علمية كثيرة، وسنجيب بها على تساؤلات كثيرة قد تدور في ذهنك، وهي: من أين يأتي المطر؟ وسنتعرف على شخصية أبو الكيمياء، بالإضافة إلى العديد من القواعد النحوية التي يجب أن نركز بها كثيراً ونؤسس أنفسنا ونتدرب عليها كثيراً، مثل المبتدأ والخبر وفعل وفاعل والمفعول به. ثم تأتي وحدة أكثر تشويقاً وأكثر حماساً، وهي وحدة كيف نعبر عن أنفسنا، المليئة بالمشاريع والقصص القصيرة، حيث ستكلف أنت كطالب بكتابة قصة خاصة بك، أحدها حقيقية وأخرى خيالية.
وذلك بعد قراءتك العديد من القصص الواردة في كتابك الدراسي أو على موقع القصص أقرأ بالعربية، مثل زيارة العقبة، النملة النشيطة، والعديد من القصص المتنوعة. وهنا أيضاً لن ننسى قواعد النحوية مثل حروف العطف والتذكير والتأنيث وأسماء الإشارة، سنتعرف عليهم بشكل سريع ودون تفاصيل كثيرة. أما في الوحدة الأخيرة، كيف ننظم أنفسنا؟ سنتعلم عن طرق حل النزاعات والاستخدام وأساسيات تحمل المسؤولية من خلال استخدامنا المفرط لألعاب الفيديو، وماذا يترتب على ذلك من سلبيات وإيجابيات. وبهذا نكون قد مررنا سريعاً لما سوف نتعلمه خلال العام كامل، وأود منكم أن تتحلوا بالحماس والشجاعة لننقل أنفسنا من مرحلة مبتدئة إلى مرحلة المتمكن الشجاع. أتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالحظ الجميل والنجاح.